في الداخل المصري. الحقيقة نحن اليوم كان في زيارة قام بها رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى مشروع تشكي، هذا المشروع اللي سمعنا عنه من 17 سنة وبعدين يختفي ويعود يختفي ويعود، ما عندناش معلومات كتيرة عنه، لكن الغرض من هذه الزيارة هو إعادة البعث وإحياء هذا المشروع ضمن خطة كاملة في مصر في إطار استصلاح حوالي 4 مليون فدان وهذه النهضة في المجال الزراعي الكبير. أنا عندنا أسئلة كتيرة جدا تتعلق بهذا المشروع، طيب هو كان واقف ليه؟ إيه المعوقات؟ هنقدر نتعامل معاه؟ محتاج فلوس كتير؟ هتتوفر منين؟ في أسئلة كتير قوي حول هذا المشروع.